ابو علام وايفان والكرة جول. اول في اللقاء، هدف اول في اللقاء لخوخي ابو علام، وبعد طول انتظار ياتي اول اهداف، اول الاهداف في هذا اللقاء عن طريق خوخي ابو علام، ومن ركلة جزاء تكفل بها علي مدمر الذي بعد تسجيل الهدف اتجه مباشرة خوخي ابو علام من اجل ان يشكر علي مدمر على ركلة جزاء تسبب فيها، وخوخي وضعها في نفس الزاوية في مرمى ايفان. اذا